مرغب في دراسة علم الفرائض وإتقانه، وأنا الآن في وظيفة، فهل ترشد؟ وأنا الآن في وظيفة. شو هو السؤال؟ أرغب في دراسة علم الفرائض. نعم الله يعافيك. نعم. وأنا الآن في وظيفة، فهل ترشدوني إلى شيخ ومعلم؟ والله أنا ما أعرف أحد متفرغ الآن تدريس الفرائض إلا في المعاهد وفي الكليات، التحق بها، وإن رأيت أحد من المشايخ في المساجد يدرس الفرائض فالتحق به. نعم.